ازيكم يا مواليد برج القوس، يا رب تكونوا بخير. انا مريم بعمل فيديوهات عن توقعات الابراج. توقعات برج القوس ليوم الثلاث 14 ديسمبر كانون الاول 2021. سيكون الجو هادئا وتتجه نحو ملذات جديدة دون ان تفقد احساسك بالاتجاه. تشعر انك تحب الهجوم لتحسين نمط حياتك، فكر في تناول نظام غذائي متوازن اليوم. ايضا مزاجك في حالة ممتازة، فأنت مرح ومليء بالفكاهة، ستجذب الشعبية والتفاهم، وسيكون هذا يوما جيدا بالنسبة ليك. بالنسبة ليك عاطفيا، ستتمكن بسهولة من فهم دوافع شريكك العميقة، أو إذا كنت أعزبا فستدرك أين سارت الأمور في الشهر الماضي. بالنسبة ليك ماليا، أنت هتكون مجهز جيدا لتركز طاقتك على المهام الحالية ولا تتردد في طلب المساعدة. بالنسبة ليك مهنيا، ستكون قادرا على استدعاء الوقت في حالة صعبة أو إنهاء الاتصال المهني الذي كان يسحبك إلى الأسفل. بالنسبة للقمر اليوم هو في برج الثور، وده في موضع حياتك العاطفية والمادية في أفضل استقرار. اليوم توقعات العشرية الأولى مواليد 23 نوفمبر ل 2 ديسمبر. سوف يغريك حبك للأشياء الجديدة في الحياة والرغبة في الدفء والراحة، وستجد الإلهام في الطهي وما هو أكثر من ذلك. سيقدر ضيوفك ذلك بشكل خاص، وهنا سيكون لديك تحدي محتمل، إبهار براعم التذوق لدى الناس. بالنسبة لتوقعات العشرية الثانية مواليد 3 ديسمبر ل 12 ديسمبر، روتينك سوف يخرخر طول الوقت، مزيت جيدا ويمكن التنبؤ به تماما. بدلا من القلق بشأن هذا الأمر، استخدم الفرصة لترتيب شؤونك. عندما يمكنك التنبؤ بأيام غير مستقرة أكثر، بعد ذلك لن يتم القبض عليك على قفزة، وسيكون لديك الوقت للتخطيط المسبق. بالنسبة لتوقعات العشرية الثالثة مواليد 13 ديسمبر ل 21 ديسمبر، سيكون يوما سعيدا ولكنه مليء بالفخاخ الخفية، وسيكون ثمن حبك للطعام الجيد بالكيلوغرامات، وتسوقك في رسوم مصرفية، وشؤونك العاطفية في خيبة أمل محتملة. تعلم كيف تتذوق الأشياء الجيدة في الحياة باعتدال، وستتمكن من الاستمتاع بها أكثر ولفترة أطول. وبكده بنكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم ومعاكم.